استشهد مواطن بانفجار لغم ارضي من مخلفات ميليشيا الحوث الارهابيه المدعومه من ايران في مديريه بيت الفقي جنوب محافظه الحديده وقالت مصادر حقوقيه ان مواطنا يدعى محمد عبد زيد استشهد بانفجار لغم ارضي اثناء عمله في مزرعته بمنطقه الجاح بمديريه بيت الفقي جنوب محافظه الحديده جاء ذلك بعد يوم من انفجار لغمين ارضيين بمديريتي الحالي والدريهمي اسفر عن استشهاد ثلاثه مدنيين بينهم طفل وامراه وتشكل حقول وشبكات الغام ميليشيا الحوثي الارهابيه المدعومه ايرانيا كابوسا يؤرق حياه المدنيين في محافظه الحديده وعددا من المحافظات الاخرى.